فرصة للعالم كله إن هو يتحد وإن هو يوجد حلول جذرية وحلول اقتصادية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية. بشارك في وقفة احتجاجية بتتكلم عن العدالة المناخية، وهي بتستهدف ان احنا ننشر الوعي ونأكد على أهمية العدالة المناخية ما بين الدول، لان في دول نامية وخصوصا في افريقيا احنا بنعاني من التغير المناخي. احنا من ضمن الاهداف اللي حاطينها في المظاهرة ان احنا في كمان قضية ان احنا تحالف نسائي افريقي وشرق اوسط لقضية المساهمة في العدالة المناخية والدعم وتمويل القضايا المناخية اللي بتعمل على تمكين وخصوصا القضايا الخاصة بالبيئة. باختصار، ايه هي العدالة المناخية؟ هو ان في دول بتنتج قدر كبير جدا من الانبعاثات، الدول دي مستفيدين صناعيا، هم عندهم صناعة عالية جدا فبينتجوا كمية انبعاثات كبيرة جدا، هم مستفيدين. في دول تانية نامية مش بتكونتريبيوت بنسبة كبيرة من الانبعاثات دي زينا مثلا او زي افريقيا عامة، هي بتكونتريبيوت ب 3.5% بس من الانبعاثات عالميا. احنا اكتر ناس مضرورين من الانبعاثات اللي الدول الكبيرة زي الصين وامريكا وروسيا اللي بتنتجها.